بعد خروج كريستيانو رونالدو بعد إصابته، قام بالمغادرة ليقوم بعدها برمي هاتف إحدى المشجعين، وكانت ردة الطفل الذي تعرض لتكسير الهاتف من طرف اللاعب كريستيانو رونالدو. والدة الطفل كانت مصدومة وقالت: أنا مصدومة من أي لاعب كرة قدم محترف يمكنه أن يعتدي على طفل بهذه الطريقة؟ كيف سيشعر إذا حصل هذا الأمر لأحد أطفاله؟ ليقوم بعدها اللاعب كريستيانو رونالدو بالاعتذار وقال: ليس من السهل أبدا التعامل مع المشاعر في اللحظات الصعبة مثل تلك التي نواجهها، ومع ذلك علينا دائما التحلي بالاحترام والصبر وأن نكون قدوة لجميع الشباب الذين يحبون كرة القدم، وأود أن أعتذر عن غضبي. إذا أمكن أود دعوة هذا المشروع مشجع لحضور مباراة على ملعب الأولد ترافورد كدليل على الروح الرياضية والنزاهة.